أهلا بكم. تنتقل بوصلة الاهتمامات السياسية والإعلامية صوب القاهرة بعد زيارة خادم الحرمين الشريفين التي تعد الزيارة الرسمية الأولى منذ توليه مقاليد الحكم، حيث استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خادم الحرمين الشريفين. استعرض الجانبان بعد الاستقبال بمقر قصر الاتحادية العلاقات بين البلدين، وبحث عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. أكد خادم الحرمين الشريفين عبر تويتر أن لمصر مكانة خاصة، موضحا بأن العلاقة الاستراتيجية مع مصر مهمة للعالمين العربي والإسلامي. من جانبه أفاد بيان للرئاسة المصرية بأن الزيارة تعكس خصوصية العلاقات المصرية السعودية وما يجمع الشعبين الشقيقين من روابط تاريخية وثقافية راسخة ومصير واحد. كما أوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية علاء يوسف أنه من المنتظر أن تتناول المباحثات بين خادم الحرمين الشريفين والرئيس السيسي القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، فضلا عن التنسيق والتعاون على جميع الأصعدة بين البلدين في مواجهة ما يتعرض له الأمن القومي العربي والخليجي من مخاطر إقليمية وخارجية. إلى ذلك تأتي القمة السعودية المصرية في ظل ظروف ومتغيرات دولية وإقليمية غاية في الخطورة والتعقيد وسط صراعات واسعة في المنطقة وتمدد للمنظمات الإرهابية. تصب الزيارة في صالح تقوية التضامن العربي، حيث يشكل البلدان قطبي المواجهة على الصعيد الأمني والسياسي، وفضلا عن مواجهة الإرهاب ستبحث كذلك القمة الأزمة في اليمن وجهود إعادة الشرعية سلما وحربا، والصراعات في سوريا والعراق وما يجري في لبنان وتدخلات إيران في دول المنطقة، وكذلك الوضع في ليبيا واستكمال منظومة التحالف الاستراتيجي بين البلدين. الترحيب الكبير الرسمي والشعبي وعلى كل المستويات بزيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز إلى مصر وحجم الاهتمام بهذه الزيارة والتحضيرات لها يعبر عن مكانة المملكة والملك سلمان لدى مصر والمصريين، كما يعبر أيضا عما يربط بين الشعبين والبلدين من علاقات وروابط تاريخية راسخة وتاريخ مشترك وخصوصية نادرا ما تتوافر بين دولتين. زيارة تاريخية بتبين عمق العلاقات على المستوى السياسي في لقاء القمة ما بين جلالة الملك وفخامة الرئيس، على مستوى الأعمال والاقتصاد ما بين مجلس أعمال مصري السعودي ورجال أعمال وعلاقاتهم الحميمية، على المستوى الشعبي والود اللي موجود ما بين الطرفين. وحسب بيان الرئاسة المصرية فإن العلاقات بين البلدين تشهد تميزا على جميع المستويات وتسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة في ظل رؤية مشتركة لخطورة التحديات التي تواجه العالم العربي. هذه الدفعة القوية اللي بتلقاها النهاردة هذه العلاقة بيعني شيء كثير في ديناميات العلاقة نفسها، إلى جانب أنه لأول مرة الملك السعودي يخاطب إن شاء الله مجلس النواب المصري بعد تشكيله مؤخرا، وده من الدلالات الواضحة التي يعني يرتقي فيها مستوى العلاقة بين البلدين إلى درجة المشرعين. وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية إن مصر لا تنسى للملك سلمان مواقفه المشرفة إزاء مصر وشعبها. في ظل العلاقات الاستراتيجية بين مصر والمملكة، ملفات عديدة وهامة تشهده هذه الزيارة لخادم الحرمين الشريفين وتوافق كبير في الرؤى بين البلدين. أسامة عبد المقصود لبرنامج العالم بعيون السعودية، القاهرة. ولتسليط الضوء أكثر على هذه الزيارة ينضم إلينا باستديوهاتنا في الرياض أستاذ الإعلام في جامعة الملك سعود الدكتور علي العنزي، كما ينضم معنا العميد والعقيد المتقاعد سعيد ذيابي المحلل العسكري والاستراتيجي، ومن المنامة الأستاذ جمال أبو حسن عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني البحريني، كما ينضم معنا من القاهرة رئيس تحرير صحيفة اليوم الأستاذ عبد الوهاب الفايز. مساء الخير جميعا ضيوفنا الكرام. أبدأ معك دكتور علي حول هذه الزيارة التاريخية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود إلى مصر، كيف تنظرون إلى أهمية هذه الزيارة في توقيتها الآن؟ الحقيقة طبعا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. إذا نظرنا للزيارة يجب أن ننظر لها من ناحية المكان والزمان. الزيارة توقيتها هو في غاية الأهمية
في هذا الوقت بالذات، الوقت الذي تمر فيه المنطقة خصوصا الأمة العربية في منعطف تاريخي خطير جدا، والجميع يشاهد ما يدور في المنطقة العربية دائما. أنا أعتقد الجميع ينظر إلى هذه الزيارة من نظرة تفاؤلية وإيجابية، فدائما عندما تقترب المملكة العربية السعودية ومصر لبعضهما تكون الأمة العربية بخير. هذه الزيارة في هذا الوقت بالذات وهذه الشخصيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز والرئيس عبد الفتاح السيسي، أنا أعتقد الآن هما من يقودان المنظومة العربية للخروج من هذا من هذه الأزمة التي تعصف بالمنطقة العربية. العلاقات السعودية المصرية هي ليست وليدة اليوم، هي متجذرة في التاريخ، يمكن قبل توحيد المملكة بدأت البذرة الأولى للعلاقات. 1926 أول علاقات بين المملكة ومصر، ثم 1939 وقعت عقد لتعمير في الرياض بعد التوحيد مباشرة بحوالي 7 سنوات، ولكن لا زالت العلاقات، هذه العلاقات بين المملكة العربية السعودية ومصر هي الضابط، هي الضابط وهي التي تقود المنطقة العربية وتقود المنظومة العربية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية. فلو نظرنا لها تاريخيا لوجدنا لها محطات هذه العلاقات، مهما كانت العلاقات السعودية المصرية لا يمكن إلا أن ينظر لها نظرة استراتيجية، نظرة استراتيجية وليست نظرة مرحلية وليست نظرة نقول هذه والله بسبب مصالح، لا، العلاقات السعودية لم تكن المصرية لم تكن فقط لمصالح البلدين، بل هي لمصالح الأمة، لمصالح صحيح. الأمة العربية والأمة الإسلامية صحيح. ولذلك جاءت هذه الزيارة في هذا الوقت بالذات لتكون لطمة لمن شكك في وجود اختلاف أو تباين صحيح. في العلاقات، حتى لو وجد تباين لكن استراتيجيا ويعني تاريخيا لم تكن هناك علاقات بين دولتين في المنطقة العربية نعم. وفي الإقليم مثل ما كانت وبقيت العلاقات السعودية المصرية. لا شك عقيد سعيد، يعني هذا التفاهم والتعاون المشترك الذي أشار له الدكتور علي وانعكاسه على ملفات المنطقة نظير الثقل الذي تحظى به المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر في المحيط العربي والإقليمي، أهمية هذا التفاهم والتعاون والتنسيق وكذلك يعني توحيد الرؤى فيما يتعلق بملفات المنطقة، وسنأتي على ذكر أيضا المجال العسكري عقيد بعد قليل. دائما اللي يتابع العلاقات المصرية السعودية أنه متى ما صارت العلاقات بخير أصبح العالم العربي في وضع أفضل. إحنا نعرف اليوم العالم العربي في أسوأ ظروفه، وإحنا نعرف المجموعات الإرهابية أخذت تتمدد والملفات شائكة والتباين في وجهات النظر أحيانا مقبول في حدود، لكن مع الأسف الشديد أن الآن أصبح العالم الغربي هو من يقعد يخطط لحل صراعات المنطقة إذا ما وضعت المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين ومصر بما لها من ثقل استراتيجي، لا من ناحية السكان ولا من ناحية التاريخ ولا من ناحية الموقع، استطاعت هاتان الدولتان أن تقود القاطرة إلى بر الأمان. نعرف الملفات شائكة متى ما صار التوافق والتكامل وتوزيع الأدوار بما يتناسب مع المعطيات الحقيقية اليوم اللي على الأرض. نعرف عندنا أزمة في سوريا وصلت إلى ما إلى 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 أقصى الحدود من المعاناة الإنسانية، من التباين في المواقف الدولية، نحتاج قرارات وتعاون على المستوى الاستراتيجي في إدارة الصراع والخروج من 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 هذا المأزق. العراق في أزمة، اليمن إن شاء الله نتمنى في الفترة القريبة القادمة، ليبيا على حدود مصر صحيح. وإن شاهدنا بعض الانفراجات، فالتكامل وتوحيد وجهات النظر وإن كانت الاختلافات مقبولة في نطاقات معينة، لكن الشيء المؤكد متى ما توجهت القيادات السياسية وهي تعي حجم المخاطر يتمر بها الوطن العربي والعالم الإسلامي. اليوم في التغريدة خادم الحرمين الشريفين أنه مصر حصن الأمة، وهذه حقيقة، أنه التعاون بين مصر والسعودية يجب أن يتجاوز
المراحل الاستراتيجيه في الـ في الـ ومثل ما تفضل الدكتور علي ليست مراحل تكتيكيه او على مستوى عملياتي تدار العلاقات. مصر والسعودية قدرها، المملكة معروف ثقلها الديني، ثقلها الاقتصادي، ثقلها الجغرافي، علاقات الدولية الواسعة، مصر معروف وين ثقلها وين دورها. يبقى توحيد وجهات النظر وإعلانها أمام العالم حتى العالم الآخر يعرف ويأخذ الموضوع من منظار أشمل، أن المملكة العربية السعودية ودول الخليج ومصر لا يمكن أن تسمح للدول الأخرى أن تعبث بأمن واستقرار، وأن الملفات الشائكة أن عندهم وجهة نظر موحدة وواحدة وقابلة للتنفيذ. جميل. أتحول إلى القاهرة، ضيفنا من هناك الأستاذ عبد الوهاب الفايز، رئيس تحرير صحيفة اليوم. هذا الثقل الاستراتيجي أستاذ عبد الوهاب الذي أشار له ضيفينا الكريمين هنا في الاستوديو، وهذه العلاقة الاستراتيجية التي تربط المملكة ومصر، إلى أي مدى تعتبر هذه العلاقة نموذج يعني يحتذى به في العلاقات العربية العربية برأيك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هي فعلا إذا أخذتها في نطاقها التاريخي وفي المراحل الصعبة اللي مرت فيها العلاقات العربية العربية والعلاقات السعودية المصرية في خلال 50 عام الماضية، فعلا استمرار العلاقات السعودية المصرية في منحة تصاعدي إيجابي على مر السنوات، يعني ويتحقق ذلك عبر مؤشرات اقتصادية واجتماعية وسياسية وثقافية، في الذي ينظر إلى منحنى العلاقات في خلال العقود الخمسة الماضية يجد أنها في تصاعد مستمر. نعم. وهذا المنح الإيجابي في نمو العلاقة بين البلدين هو فعلا كما ذكرت ممكن أن يؤخذ مؤشر أو نموذج إيجابي للعلاقة البينية بين دولتين محوريتين في لهما بعدهما الجغرافي والسياسي في منطقة الشرق الأوسط اللي هي تعتبر قلب العالم. العلاقات السعودية المصرية يعني التعاون القائم بين البلدين يترجم على أرض الواقع، يعني يترجم بإحساس الشعبين، يترجم عبر المشاريع الاستراتيجية المشتركة التي تجري والتي سوف تجري والتي يتم العمل عليها. ايضا يمكن ان يؤخذها من مؤشر العلاقه الحميمه بين الشعبين، يعني احنا كما تعلم يعني علاقتنا علاقه وجدانيه تاريخيه روحيه مع الشعب المصري، يعني تربينا احنا على العلاقه الايجابيه، تربينا على رؤيه المصريين، على رؤيه المنتج الثقافي، المنتج الفكري، المنتج الاقتصادي، كلها يعني تربينا عليها وتعلمناها وشاهدناها في كل سعودي يعني. العلاقة يعني لها بعدها العاطفي ولا بعدها الإنساني ولا بعدها الاقتصادي، هي فعلا كما ذكرت نموذج إيجابي في العلاقة بين، طبعا الذي نأمل فعلا أن الزيارة التاريخية لخادم الحرمين الشريفين هي نقلة نوعية في العلاقة بين البلدين، خصوصا أن المنطقة والعالم العربي يمر الآن بمرحلة صعبة تتقاطع فيها المصالح، وهي والعالم العربي يشهد مرحلة تحول تاريخي، يعني فنحن نعيش في مرحلة يعني صعبة وحساسة لمستقبلنا. نعم. وعودة العلاقات أو تجذر أو العودة إلى تجذير العلاقات بين السعودية ومصر هو في خدمة الأمن القومي العربي وفي خدمة الشعوب العربية. المملكة عندما وقفت بقوة إلى جانب مصر في السنوات الماضية كانت مدركة لحجم مصر ولثقلها ولأهميتها لميزان القوة في المنطقة. نعم. ايضا هي مدركه للابعاد الحيويه للامن العربي، يعني فالحمد لله يعني بلادنا دائما تشرفنا نحن كسعوديين بمواقفها. نحن كما تعرف يعني نبذل الغالي والرخيص في سبيل علاقاتنا العربيه مع لبنان مع سوريا، بذلناها مع العراق، نبذلها الان مع مصر ومع بقيه الاشقاء، الان مع الشعب اليمني نحن نقدم ابنائنا شهداء على الجبهه ونقدم يعني جزء من ثرواتنا حتى يستعيد الشعب اليمني أمنه واستقراره. يعني المملكة دائما عرفت بمواقفها، ولو يعني نظرت في أغلب المواقف مواقفنا نحن كشعب وكحكومة كلها الحقيقة تصب في المنح الإيجابي للعلاقات العربية العربية ولاستقرار العالم العربي. نحن ضحينا لسنوات طويلة في سبيل استقرار لبنان وفي سبيل اقتصاده، وقدمنا المساعدات العينية والنوعية الكثيرة للشعب اللبناني كله. ليس لنا مصلحة أي سياسية في لبنان، مصلحتنا السياسية الأساسية هي مصلحة قومية عربية، نحن نريد لبنان بلد مستقر. صحيح. أيضا عندما وقفنا مع مصر الوقفة الشجاعة
الهدف هو أن تبقى مصر قوية، يبقى جيشها قوي، تبقى اقتصادها قوي. طيب ماذا عن تأثير ذلك؟ هذه يعني الأمور الحقيقة نحن كشعب سعودي نفخر فيها. نعم. والإحساس المصري نعم، خليني أقول لك الإحساس الإحساس المصري تجد عند الشعب المصري. اليوم على المستوى الشعب المصري البسيط أو على مستوى النخب، نعم، كنا في اتحاد الكتاب وفي نقابة الصحفيين وفي قصور الثقافة، لمسنا الحقيقة العرفان الجميل والإحساس الجميل من الشعب المصري، يعني عبروا كلهم مستوى على مستوى النخب على مستوى الشارع، الإنسان في الشارع، الإنسان البسيط في الشارع، كلهم يعبرون عن امتنانهم، نعم، عندما يعرف أنك سعودي يبادر إلى أن يعني يقدم الشكر والثناء. جميل. وهذا ليس مستغرب من الشعب المصري، شعب أصيل، شعب عرف بكرمة وعرف بنبلة وبتواضعة وب يعني صحيح شعب صحيح. فعلا طيب يرى يعترف بالجميل يعني ويعترف بما نعم. اسمح لي اتوقف عند جزئية ذكرتها يعني تتعلق بوقوف المملكة العربية السعودية مع مصر خلال الأزمات التي مرت بها مصر وأثر ذلك على مالي مصر من مكانة عربية وإقليمية. تحول إلى المنامة الأستاذ جمال أبو حسن عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني البحريني. أستاذ جمال، يعني هذه العودة، الجميع يعلم أن مصر ربما غابت عن المشهد العربي والإقليمي وعن لعب دورها المؤثر والمعتاد نتيجة ما مر بمصر، الآن ومصر تستعيد عافيتها بدعم وتعاون وتنسيق متكامل مع المملكة العربية السعودية، ما المنتظر من الموقف المصري الداعم للقوى العربية المؤثرة ليكون صوت العرب موحد في مواجهة التحديات الخارجية أيضا والأزمات التي تمر بها المنطقة؟ في الحقيقة يعني احنا يعني إذا أردنا أن نعول على دور مصر التاريخي ودور مصر اللي ننتظره المستقبلي من مصر، فيجب أن يعني نحدد من هو صاحب الفضل في هذا الدور. طبعا مما لا شك فيه أن دور خادم الحرمين الشريفين لعودة مصر إلى العرب كرائدة وكمحور أساسي في العلاقات العربية العربية، دور خادم الحرمين الشريفين في عودة الوئام إلى البيت العربي وتنظيم البيت العربي، ما زيارة خادم الحرمين الشريفين اليوم إلى مصر إلا لترتيب البيت العربي من الداخل، فقد بدأ بمصر لترتيب البيت، وعودة مصر إلى ما كانت عليه كقطب أساسي وقطب مؤثر في السياسة والعلاقات العربية العربية. ننتظر من مصر أن تكون مصر كما كانت في السابق ذات تأثير إيجابي كتأثير استراتيجي وتأثير قومي عربي وتأثير لعودة اللحمة العربية وتأثير مصر في هذه اللحمة وعودة التعاون العربي، وخصوصا أن مصر تحتضن الجامعة العربية اللي هو البيت العربي لجميع العرب. طبعا التقارب الآن الكبير الذي يعني أسسه خادم الحرمين الشريفين بين مصر والمملكة العربية السعودية سيكون له دور إيجابي في هذه العلاقات وعودة العلاقات يعني كما كانت بين مصر والسعودية، هي في الحقيقة لمصلحة العرب ومصلحة المسلمين ككل. ونحن في دول مجلس التعاون ننظر لهذه العلاقات نظرة خاصة ونظرة ثاقبة ونظرة استراتيجية نظرا لما يعني تتحمله الدولتين من ثقل على المستويين العربي والإسلامي. نعم، لكن هذه علاقات يعني أستاذ جمال يعني وإن شابها كما ذكر الدكتور علي خلاف وجهات نظر بسيط يحدث داخل البيت الواحد، إلا أن العلاقة المتينة والمتجذرة كانت ولا 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 زالت ولم تتأثر. دكتور علي العنزي يعني كما ذكرنا علاقة مستمرة والتنسيق مستمر، لكن الآن الحديث عن عودة مصر كثقل عربي فيما يتعلق بملفات المنطقة، كيف تنظر إليها الآن خصوصا في ظل هذه التحالفات الجديدة التي أنشأتها وقادتها المملكة؟ نتحدث عن تحالف
لدعم الشرعية في اليمن ثم التحالف العسكري الإسلامي. هو طبعا هذه الزيارة تأتي تتويج لجهود سبقت هذه الزيارة قامت بها المملكة للم البيت العربي. بدأت هذه الجهود منذ بداية بناء التحالف العربي في اليمن وشروع عاصفة الحزم لدعم الشرعية في اليمن. كانت مصر من ضمن هذا التحالف وبجهود من المملكة العربية السعودية وخادم الحرمين الشريفين خصوصا ببناء هذا التحالف، وهذه هي عودة الروح للعمل العربي المشترك. وحقيقة عاصفة الحزم كانت هي مثل ما يسمونها يعني من بدأ العمل، من بدأ من أشعل العمل العربي المشترك. هذه هي البداية، ولذلك قامت المملكة العربية السعودية بعمل سياسي وعسكري وبلم الدعم العربي، وهذا ما جعل المواطن العربي ينظر لعاصفة الحزم بأن هذه البداية. ثم بدأت كأنه بناء منزل هذا التحالف وهذا العلاقات الاستراتيجية. بدأت المملكة العربية السعودية برعد الشمال ومن ثم هذا التكامل، ولكن كل هذه الأشياء لا تأتي إلا بتكاتف وعلاقات استراتيجية بين المملكة العربية السعودية وتقوية مصر وتقوية المملكة العربية السعودية بالموقف المصري. لذلك المملكة العربية ضخت 23 مليار ما بين دعم واستثمارات في جمهورية مصر. بدون اقتصاد لن تستطيع مصر أن تؤدي عملها، وهذا ما أبرز مواقف المملكة منذ عام 1956. لو لاحظنا لم تتوانى المملكة من يعني في مواقفها تجاه مصر، 1946 دعمت مطالب مصر بجلاء البريطانيين عن جمهورية مصر، ثم وقفت بال 56 في حرب ضد مصر عسكريا واقتصاديا ومعنويا وسياسيا. ولذلك حتى الطائرات المصرية استقبلتها مطارات المملكة في ذلك الوقت في شمال المملكة، و دعمت المملكة 100 مليون دولار لبناء السد العالي عام 1956. هناك قصة، كان هناك تباين في عام من 62 إلى 67 بين مصر تجاه اليمن، بين مصر والمملكة. عندما حصلت النكسة الملك فيصل، وهذا ما قاله معالي الوزير جميل العجلان، طلبها الملك فيصل وقال لا أريد لكاتب أو لمعلم أن يشمت في مصر أو في جيش مصر أو في أي دولة عربية. هذه النكسة ليست فقط لمصر، هي للعرب. صحيح. ووقفت المملكة الموقف المشهور، ووقف الملك فيصل في الخرطوم باللاءات الثلاثة ودعم مصر، وكانت هي الرافعة لحرب 1973. لذلك لاحظ زيارات الملوك منذ الملك عبد العزيز، الملك عبد العزيز زار مصر مرة، الملك سعود 4 مرات، الملك فيصل 7 مرات، الملك فهد رحمه الله جميعا، والملك خالد والملك فهد والملك عبد الله 3 مرات كل ملك يزور مصر. هذه الأعداد في هذه الفترة، هذا دليل على إيش؟ دليل على أهمية العلاقات الاستراتيجية بين الشعبين المملكة ومصر. حتى عندما قاطع العرب مصر في كامب ديفيد لم تقاطع المملكة العربية الشعب المصري، بقي الشعب المصري يأتي إلى مصر إلى المملكة العربية السعودية. جميل. وبقيت العلاقات الاجتماعية والعلاقات يعني لم تتخلى المملكة العربية حتى في ذلك الظروف عن مصر. أما اليوم حتى 2000 وحتى الآن، وهذه الزيارة التاريخية لذلك تمثل. صحيح. نلاحظ الشارع المصري، نلاحظ التفاؤل ليس فقط على مستوى الشارع المصري ولكن على مستوى الشارع العربي. كلنا أمل من هذه. صحيح. الزيارة انعكاسات هذه الزيارة على ملف الإرهاب، على الملف السوري، على الملف العراقي، على الملف الليبي، على الملف اليمني. هناك مثل ما ذكر زميلنا بعض الانفراجات، ولكن هذه الانفراجات لم تأتي بدون إبراز القوة، والقوة هذه تأتي من مصر والمملكة العربية السعودية. أنت تتحدث عن حوالي 120 مليون لا شك عدد السكان هذين، إذن هم العمود الفقري أيضاً للعمل العربي المشترك والاقتصاد العربي صحيح. نضيف لها القوى العسكرية أيضا. عقيد سعيد، القوى العسكرية المتمثلة في الجيش السعودي والجيش المصري والجيوش العربية التي تشارك في التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن والتحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب،
كيف تمثل هذه القوى العسكرية أيضا دعامة وركيزة أساسية، ويعني العرب كانوا يتمنون مثل هذه التحالفات ومثل هذه القوى العربية المشتركة منذ سنوات. الآن المملكة العربية السعودية يعني قادت الدول العربية نحو إنشاء هذه التحالفات التي فاجأت العالم كذلك. صحيح، عاصفة الحزم أنا مع الدكتور علي أنه غيرت نظرة الشارع العربي وأعادت للأمة نوع من كبريائها. يعني الجيوش العربية اللي دائما يؤخذ عليها أنها لم تخوض حرب عادلة لاسترجاع حق عربي أو لإنقاذ أو إغاثة ملهوث خلال 50 سنة، خلينا نقول أصبحت بين عشية وضحاها تنشي تحالفات وتكون قوة عسكرية ضاربة تستطيع أن تدافع عن المواطن العربي وعن كيان الدول وعن إرجاع الحقوق إلى أصحابها. دائما الجيش المصري يضرب بها المثل، لا من حيث العمق، لا من حيث الكثافة البشرية، لا من حيث نوعية التدريب. الجيش اللي تجاوز خط بانليف وعرفنا وصار في حرب 73 وإنجازات الجيش المصري، والمملكة العربية السعودية ومصر سنويا تنفذ أكثر من 6 تمارين سواء جوية أو برية أو بحرية مشتركة. نعم. لقياس الكفاءة القتالية للقوات، ولذلك أكثر دولتين مهيئتين أنها تصير نواة قوة عربية أو قوة إسلامية في المستقبل هو الجيش المصري والجيش السعودي. الجيش السعودي عنده من الإمكانيات والخبرة والآلة والتدريب ما يصنف وصنف من ضمن أفضل 10 جيوش في العالم، والجيش المصري برضو من ضمن التصانيف المتقدمة في الوطن. فلك أن تتخيل يعول كثيرا كمحللين استراتيجيين على ما يملك الجيش المصري من 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 أعداد ومن وحدات عسكرية منظومات قتالية متقدمة ومن خبرة في القتال، وما يملك الجيش السعودي والجيش الخليجي إذا أخذناها بشكل أشمل على الإنجازات والتمارين ومحاكاة الحروب الحديثة والتخطيط الاستراتيجي والقيادة والسيطرة ومحاولة إيجاد نواة للقوى العسكرية الإسلامية في المستقبل اللي بإذن الله يعول عليها في حماية المواطن وحماية الدول من الانهيارات وعدم السماح لمن يتربص في الدول العربية والإسلامية أن يغزوها لا من الداخل ولا من الخارج. ولذلك هي بإذن الله الضامنة في المستقبل، لا من حيث التخطيط ولا من حيث الأعداد ولا الآلة العسكرية التي تستطيع أن تدافع وتضبط الأمن الداخلي والخارجي. ولذلك شفنا الجيش المصري أثناء الربيع العربي كيف كان موقفه، استطاع هو القوة الوحيدة المتماسكة اللي التف عليها الشعب المصري واستطاع أن يخرج مصر من عمق الزجاجة. ولذلك دائما الجيوش المحترمة اللي انظر عكس الجيش السوري يعني أو الجيش اليمني اللي الجيوش اللي تتبع أشخاص يعني دائما هي معول هدم، وهي لا يمكن أن ينظر لها أنها تحمي أوطان أو تدافع عن أمة. ولذلك هذه الإشكالية نعول على طبعا الجيش اليمني السابق يعني اللي يتبع لي عبد الله صالح، لجنا جيش نعم. لا يشمل كامل كمواطن، لا يجد المواطن قيمته في انضمامه الى الجيش، فئويه وعائليه ومحسوبيات، وهذه الاشكاليه. اذا سمحتي بستضيف انه في حرب 73 ممكن استخدمت سلاح ردع اقتصادي، يعني لما تتخذ قرار انها تقطع البترول عن الغرب لمساندة مصر ولمحاولة إنقاذ الوضع في 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 مصر وتهدد علاقاتها ومصالحها لمصر، يعني مصر حقيقة مهما ندفع لمصر ترى نعمل استثمار حقيقة. صحيح يبقى مصر محللينها ومفكرينها والاستراتيجيين فيها يتمنون، واحنا نتمنى أن تصير من أرقى الدول الاقتصادية، لكن مصر في الحقيقة إذا قيمنا الموضوع تقييم موضوعي عندها أزمة اقتصادية خانقة. الجنيه اليوم تجاوز 10 الدولار تجاوز 10 جنيهات، الصادرات عندها إشكالية، الغرب عنده إشكالية في بعض المواقع. نعم. مصر تحتاج مد يد العون، ولن تجد أهم وأصدق وأقرب من المملكة العربية السعودية ومن خادم الحرمين اللي دايم قلبه وهم كقيادة، وإحنا كمواطنين. تكلم الدكتور من القاهرة عن البعد العاطفي، هذه حقيقة احنا وجدناها. انا كنت قبل 10 أيام في مصر، سبحان الله، يعني لما مكة والمدينة لها قدسية، لها يعني تجذب العالم كله وخاصة الشعب المصري، العاطفة الدينية عنده صحيح. عنده في الى اقصى الاتجاه. لكن فيما يتعلق بمد يد العون، يعني اخي سعيد الذي اشرت له، لعلنا يعني ناخذ نموذج مع ضيفنا من القاهرة استاذ عبد الوهاب الفايز.
مجلس التنسيق السعودي المصري أستاذ عبد الوهاب، كما يعني تعلم ويعلم الجميع فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي حينما زار المملكة في نوفمبر الماضي تم خلال هذه الزيارة الاتفاق على تشكيل مجلس التنسيق السعودي المصري، يرأسه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، النائب الثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ودولة رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل. هذا المجلس، مجلس التنسيق السعودي المصري، كيف برأيك يأخذ العلاقة السعودية المصرية إلى أبعاد أخرى، أبعاد ربما غير مسبوقة؟ أعتقد أنه تشكيل المجلس التنسيق السعودي المصري كان خطوة ضرورية وعملية لتفعيل العلاقات السعودية، وبالذات تفعيل ما تم من اتفاقيات وترجمة النوايا بين القيادتين وبين الشعبين إلى برامج على أرض الواقع. المجلس كما نعرف عقد أكثر من 5 جلسات واجتماعات، واستطاع أن يفعل الكثير من القضايا والاتفاقيات التي تمت بين المملكة. وبدون شك يعني إيجاد هذا المجلس كان يعني خطوة موفقة ومؤشر على أن المملكة فعلا تتجه بقوة للشراكة مع مصر، للشراكة الاستراتيجية بالذات في المشاريع الاستراتيجية الاقتصادية التي توحد وتربط المصالح. احنا كما تعلم المشاريع الاقتصادية والمصالح الاقتصادية هي التي تعمق المصالح بين الشعوب، يعني هدف القيادتين هو تعميق المصالح بين الشعوب. إذا تعمقت المصلحة بين الشعبين فبالتالي تصبح العلاقة بين البلدين راسخة ولا تتعرض أو ولا تتأثر لأي تقلبات في الأوضاع السياسية. الاستثمارات السعودية النوعية وتتجه بقوة، شهدنا العام الماضي كيف أن السعودية لعبت دور محوري أساسي في جلب الكثير من المستثمرين في العالم للمشاريع الاستراتيجية الرئيسية اللي وقعت في قناة السويس، وقد حضرناها وشهدنا توقيع هذه الاتفاقيات. والرئيس المصري يعني أثنى على الجهود التي بذلتها المملكة وبذلها معالي وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف في هذا الخصوص، يعني استطاعت المملكة أن تجلب كبار الشركات في العالم، وقعت عقود ومشاريع في مجال الطاقة، في مجال تعظيم القيمة المضافة للاقتصاد المصري بالذات للاستفادة من قناة السويس كممر استراتيجي. مصر تتجه بقوة للاستثمار في سيناء، وهذا أيضا يخدم الاقتصاد العربي وليس بس يخدم الاقتصاد السعودي أو الاقتصاد المصري. الحقيقة أن المجلس التنسيق السعودي فعلا يعني كان خطوة إيجابية في المسار الصحيح. مصر كما ذكر أخي الكريم فعلا في وضع يعني صعب، يعني 5 سنوات الماضية كانت صعبة وحرجة للاقتصاد المصري، والفضل لله ثم لموقف المملكة ولشقائها في دول الخليج لدعم مصر ماليا ونقديا ودعمها عبر امدادات الطاقة لكي تستطيع فعلا أن تسترد أنفاسها. الموقف الدولي مع الأسف كان سلبي تجاه مصر كما تعرف ويعرف أيضا الأوضاع الاقتصادية، تراجع الإنتاج وتراجع حجم الصادرات إلى معدلات يعني حرجة. صحيح. كل هذه فعلا تضع الحكومة المصرية أمام تحديات صعبة قوية، وتضع الشعب المصري فعلا في ظروف صعبة وهو يحتاج وقفة أشقائه. والمملكة العربية السعودية فعلا بادرت بالوقوف عبر المشاريع الملموسة على أرض الواقع، المشاريع اللي تفتح وظائف، توسع قاعدة العمل، ترفع القيمة المضافة للاقتصاد المصري في مجالات خانقة مثل قطاع الإسكان، من قطاع العمل، البطالة في مصر مؤشراتها حرجة. فالمجلس، نعود إلى المجلس التنسيق السعودي المصري، فعلا كان خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح وتترجم النوايا الحقيقية للقيادة، للقيادتين السعودية والمصرية، لكي تأخذ العلاقة ووضعها الطبيعي. جميل. أستاذ جمال، يعني الآن كما ذكر ضيوفنا الكرام الاقتصاد المصري وما يعني يعانيه في السنوات الأخيرة، وهذا أمر طبيعي، يعني حالها حال كل الدول العربية التي عانت من ثورات الربيع العربي. الآن مصر وهي تستعيد عافيتها اقتصاديا من جديد، يأتي الدور السعودي اقتصاديا تحديدا أستاذ جمال، وكأن المملكة يعني تؤكد ثقتها باقتصاد مصر
من خلال هذه الاستثمارات في المتنوعة في مصر، والاستثمارات أيضا النوعية يعني التي أشار لها العقيد سعيد، يعني ليس فقط يعني نتحدث عن تبادل تجاري أو تجارة بينية بين الدولتين كما هو الحال في بقية الدول، نتحدث عن استثمار نوعي يأخذ أبعاد أخرى، ويعني استثمارات سويس أيضا مثال على ذلك. في الحقيقة يعني التعاون السعودي المصري في المجال الاقتصادي والدعم السعودي الاقتصادي لجمهورية مصر العربية ما لا شك فيه أنه دعم كبير، وذكر الأخ الدكتور بأن هناك 23 مليار هي عبارة عن استثمارات سعودية في مصر، وهذا طبعا بينقل مصر من في مرحلة متقدمة اقتصاديا. ولا ننسى كذلك أن يعني القوى العاملة في السعودية المصرية في السعودية التي تفوق مليونين مصري يعملون في السعودية، هذا يعني أعتبره من ضمن الاستثمارات البشرية والتبادل الاقتصادي. السعودية يعني مدت يدها منذ البداية لجمهورية مصر العربية وأخرجتها من يعني أزمة اقتصادية طاحنة يعني كادت تفوق الأزمة التي مرت بها مصر سياسيا. طبعا لولا الله ثم وقوف خادم الحرمين الشريفين مع مصر لما كانت مصر اليوم في هذه الحالة. المملكة العربية السعودية من خلال المجلس الذي تم تشكيله إنما هي يعني بذرت في سبيل نماء وازدهار الاقتصاد ونقل الاقتصاد المصري إلى الأفضل وإلى الأمام. نحن في دول مجلس التعاون شعوب مجلس التعاون الخليجي ننظر للدعم الاقتصادي السعودي لمصر نظرة إيجابية ونظرة إيجابية في الحقيقة، لأنها راح تخرج مصر من عنق الزجاجة اقتصاديا. اليوم زيارة خادم الحرمين الشريفين، وأعتقد أن هناك عدة اتفاقيات اقتصادية سوف توقع خلال هذه الزيارة حسب ما قرأت وحسب ما سمعت، سوف تنقل مصر كذلك إلى مرحلة أفضل، ومصر تستحق من المملكة العربية السعودية ومن جميع الدول العربية الوقوف معها، لأنها هي عمق في الحقيقة، عمق عربي عمق إسلامي. ننظر لمصر وللعلاقات المصرية السعودية نحن كعرب وكمسلمين نظرة إيجابية ونظرة مستقبلية في سبيل تحقيق الأمن القومي العربي وفي سبيل تحقيق الوحدة العربية. جميل دكتور علي، الآن مصر وما تمثله لدول الخليج كذلك وعمق العلاقات التي أشرتم إليها ما بين المملكة العربية السعودية ومصر، كذلك الحال بالنسبة لدول الخليج وهي تواجه مجموعة من التحديات المحيطة بها، سواء تحدثنا عن يعني الأزمة في اليمن والانقلاب الحوثي هناك، الملف السوري وكذلك الأوضاع في العراق، ثم أخرها التدخلات الإيرانية سواء في شؤون المنطقة شؤون دول المنطقة أو التدخلات في هذه الدول التي ذكرنا. كيف تمثل مصر أيضا دعامة بالنسبة لدول الخليج كقوة مؤثرة إقليمية وعربية في وجه هذه التحديات التي تواجه الأمة العربية؟ صحيح، طبعا مصر لا تمثل دعامة فقط، بل هي تمثل عمق استراتيجي لدول مجلس التعاون، وكذلك المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون عمق استراتيجي لمصر. لو نظرنا للخريطة وجدنا أن البحر الأحمر يفصل بين مصر والمملكة العربية السعودية بطول شواطئ يعني مئات الكيلومترات، لذلك هذه حدود يعني تقريبا الدولتين يطلن على حدود. أنا أعتقد أن الزيارة التاريخية اللي يقوم بها خادم الحرمين الشريفين تحمل ثلاث رسائل. الرسالة الأولى هي محلية وهي موجهة لكل الأشقاء العرب، أن القطار انطلق بقيادة المملكة العربية السعودية ومصر، فمن يريد أن يواكب الإنقاذ العربي والتوجه والسير إلى الاستقرار فعليه ركوب القطار. قطار الشراكة الاستراتيجية، قطار التكامل. أنا أعتقد مع هذه الاتفاقيات
وكأن مصر والمملكة العربية السعودية تتجه إلى التكامل في الاقتصاد في السياسة، وهذه هذه هذه يمكن أكثر بعد حتى من مرحلة استراتيجية. أنا أعتقد يعني الاستراتيجية، العلاقات التاريخية والاستراتيجية خارج النقاش الآن، نحن ننتقل إلى التكامل إلى مرحلة أخرى، في مرحلة أخرى في ظل هذا الذي نراه اليوم من اتفاقيات ومن تكامل. الرسالة الثانية هي إقليمية، وهذا هذه الزيارة تمثل رسالة إلى دول الإقليم ومن ضمنها إيران، إن أي عبث في الأمن العربي والمصالح القومية العربية لن يمر مرور الكرام بعد عاصفة الحزم وبعد الوقوف مع جمهورية مصر العربية ووقوف جمهورية مصر العربية سياسيا وعسكريا مع دول مجلس التعاون. الرسالة الأخيرة هي دولية، هذه الزيارة وهذا التكامل هو موجه للدول الكبرى. المملكة العربية السعودية واجهت ضغوط كبيرة جدا للتخلي عن مصر في عام 2011، وحاولت الدول الكبرى أن تضغط على المملكة، ولكن لم، عندما تتعرض المصالح العربية أو المصالح السعودية أو العربية إلى الخطر لا تساوم عليها المملكة العربية السعودية، ولذلك رفضت الضغوط بكافة أشكالها من الولايات المتحدة الأمريكية ومن الاتحاد الأوروبي ومن كل الدول مارستها لتحييد المملكة العربية السعودية ووقف الدعم عن مصر، ورفضت بشكل قاطع، وهذا ما عودتنا عليه المملكة العربية السعودية وهذه القيادة الرشيدة التي تعرف مدى عمق العلاقات وتأثير هذه العلاقات على الاستراتيجية العربية. أيضا هذه الضغوط مورست في 73 على المملكة العربية السعودية ورفضت، ومورست في 56 على المملكة ورفضت. جميل. ودائما تمارس هذه الضغوط، ولكن مثل ما شاهدنا المملكة العربية السعودية لم تساوم في البحرين، ولم تساوم في اليمن، ولم تساوم في أي مكان، ولكن هي تحتاج لمصر ومصر تحتاج لنا في هذا الظرف بالذات. ولذلك رأينا هذه الزيارة التاريخية، الوفد الذي يرافق خادم الحرمين الشريفين، وفد تكامل تقريبا مجموع الوزراء، يعني كأن مجلس الوزراء يرافق خادم الحرمين الشريفين، هذا دليل أن هناك توجه لعقود كبيرة جدا لتكامل سياسي اقتصادي، أقصد فيه تكامل تنسيق لا يلغي التباين في بعض الملفات ابدا، لا يلغي العلاقات التكامليه والاستراتيجيه. صحيح. نشاهد بريطانيا والولايات المتحده الامريكيه معروفين انهم من اقرب الاصدقاء، لا شك، ولكن هناك تباين في بعض. لكن عفوا دكتور، يعني العقيد سعيد، يعني حاجه مصر لدول الخليج واضافه الى حاجه الخليج لمصر كقوه مؤثره تكامليه ما بين هذه الدول، اضافه ايضا الى الدول العربيه المؤثره الاخرى، الرسائل التي ذكرها الدكتور رعالي برأيك، يعني تأكيدا على هذا التكامل الخليجي المصري، هل وصلت الرسالة إلى إيران برأيك؟ والله أنا أتوقع أن إيران ترى ما هي أغبياء، يعني على فكرة إيران عندهم قدرة لقراءة الواقع ومحاولة الحصول على أو الخروج من الأزمات بأقل الخسائر، وهذا شيء يحسب لإيران. إيران اليوم تلعب على التناقضات وتلعب على المواقف الغير واضحة والمناطق الرمادية، وتحاول أن تمرر سياساتها في اتجاهات معينة، لكن متى ما وجدت إيران موقف صلب وواضح من الدول المؤثرة، نتكلم عن دول الخليج لا نقاش، موقف موحد وواضح. صحيح. نتكلم عن مصر، وإن كان التباين في وجهة النظر مقبول في حدود معينة، لكن الملفات الكبرى متى ما صار المواقف تأخذ جانب قوي وجانب موحد، أصبحت النتائج المرجوة قريبة والتكلفة أقل. مصر نتفهم وضع مصر كدولة، كجيش مشغول في سيناء، في مشاكل داخلية، ضغوطات خارجية، لكن نتطلع، ودائما القيادات تتكلم فيما بينها بما يخدم مواقف الاستراتيجية على 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 كما يقال بأسلوب راقي وبلغة المصالح. يعني اليوم لا غنى مصر عن دول الخليج وعن المملكة، ولا غنى المملكة عن مصر، هذا كلام لا نقاش فيه. لكن متى ما توصلت القيادات إلى أن كل، يعني أي تأخير في إبراز الموقف الواضح الصريح اللي يخاطب الدول الإقليمية ويخاطب الدول العالمية، ومثل ما تفضل الدكتور أن القطار العربي بدأ في الاتجاه وفي المسيرة، نتوقع من عاصفة الحزم
بدأ القطار العربي في الاتجاه، والحمد لله شفنا مواقف الدول الأخرى، شفنا السودان، شفنا الجزائر اللي كانت أحيانا مواقفها أرسلت مندوب مستشار فخامة الرئيس عبد الجليل بوتفليقة، زار خادم الحرمين، برر مواقف معينة في وضع الجزائر وأنها مع الإجماع العربي في نطاقات محددة، وهذه رسالة إيجابية. جميل. وكأن في إجماع عربي على موقف موحد يخدم ويعطي رسالة للخارج، لن يسمح للأمن القومي العربي أن يتم أن يمس من أي جهة إقليمية أو خارجية. جميل. أستاذ عبد الوهاب الفايز، يعني القطار السعودي المصري كما أشار الدكتور علي انطلق الآن بشراكة استراتيجية على كافة الجوانب. العقيد سعيد أضاف إلى هذا القطار أيضا العربي من خلال التنسيق والتكامل العربي. إلى أين يعني يتجه العرب في ظل يعني هذا التكاتف وهذا التنسيق المتبادل في ظل ما تعانيه المنطقة من تحديات برأيك؟ كما نلاحظ أن السياسة السعودية الخارجية في خلال العام الماضي خلال سنة تقريبا يعني انطلقت بقوة لإعادة ترتيب أولوياتها الجغرافية وأولوياتها الإقليمية والدولية، وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان يعني تبنى المحاور الثلاثة، المحور المصري والمحور التركي والمحور الهندي. أعتقد أن زيارة رئيس الوزراء الهندي الأسبوع الماضي للمملكة كانت زيارة أيضا نوعية وتاريخية، وهي ترجمة أو تفعيل لإعلان نيو دلهي اللي أعلن أثناء زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله يرحمه الله، وكانت وقتها يعني نقلة جديدة في المملكة على هذه المحاور الأساسية، هي كما تلاحظ تشكل طوق للأمن القومي العربي. المحور يعني كما نلاحظ بعد الأوضاع تدهور الأوضاع في سوريا وفي العراق يعني شهدنا انهيار محور أساسي للأمن في حول الجزيرة العربية وحول وللأمن العربي. لذلك تحركات السياسة الخارجية السعودية في هذه المحاور، المحور المصري، المحور التركي، المحور الهندي، هذه إذا لاحظت بالإضافة إلى قوة العلاقات التاريخية الاستراتيجية مع باكستان، التقارب الخليجي السعودي الهندي، التقارب السعودي الهندي هو في مصلحة أمن المنطقة، وهو رسالة واضحة سياسية وعسكرية لإيران. طيب، يبدو أستاذ عبد الوهاب هناك إشكالية في الصوت، أعتذر منك ونعود إليك إن شاء الله مرة أخرى يعني في حال تحسن الصوت من جديد. أستاذ جمال أبو حسن، عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في مملكة البحرين، أعود إليك من جديد أستاذ جمال فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب، بحكم أن التطرف والإرهاب أصبح يضرب في كثير من الدول العربية والإسلامية، دول الخليج وغيرها من الدول العربية كذلك والإسلامية التي يعني عانت من الإرهاب، هذا التكامل العربي الإسلامي وإذا أخذنا منه كنموذج هذا التحالف العربي الإسلامي لمكافحة الإرهاب، كيف تنظر إليه أيضا في ظل تنسيق المواقف السعودية المصرية العربية بشكل كامل؟ في الحقيقة يعني احنا لا يخفى على الجميع ما تعانيه دول مجلس التعاون من الإرهاب، وكلنا نعلم ونعرف ان حاضنة الإرهاب هي إيران من خلال تدخلها في الشأن الداخلي لدول مجلس التعاون والدول العربية ودعمها لمعظم الميليشيات الإرهابية والمجموعات الإرهابية. مما لا شك فيه أن التكامل المصري السعودي والسعودي المصري هو تكامل لدرء هذه المفسدة الكبيرة ووضع حد لهذه الأعمال الإرهابية التي تقوم بها مجموعات تنتمي سواء كانت لإيران أو لقوى متحالفة مع إيران. طبعا السعودية تقود اليوم قوة كبيرة لمكافحة الإرهاب سواء الإرهاب الداعشي أو القاعدة أو حزب الله ما يسمى بحزب الله. مما لا شك فيه أن التكامل السعودي المصري في مكافحة الإرهاب هو ضمانة أكيدة وضمانة نعول عليها الكثير في سبيل مكافحة الإرهاب، سواء مكافحة الإرهاب استراتيجيا، اقتصاديا، إعلاميا، توعويا،
اليوم المملكة العربية السعودية تقود العالم الإسلامي، ومصر لها ثقل على المستوى العربي والإسلامي في مكافحة الإرهاب من خلال التبادل الاستخباراتي بين قوى الأمن، سواء تبادل الاتفاقيات التي يعني تصب في مصلحة الدول التي تكافح الإرهاب، التشريعات التي صدرت في مكافحة الإرهاب في الحقيقة هي من توجيهات القيادة السعودية والقيادات الخليجية. نعم. المملكة العربية السعودية ذاقت الأمرين من الإرهابيين، ولكن بحكمة وحنكة وسياسة القيادة السعودية استطاعت أن تخرج من هذه العمليات بأقل الأضرار. ولولا حنكة وحكمة القيادة السعودية لكانت الأضرار أكبر وأعظم، ولكن إحنا يعني في دول مجلس التعاون نعول الكثير على العلاقات السعودية المصرية في مكافحة الإرهاب، والتي ستكون في الحقيقة يعني بسط للأمن والأمان لجميع الدول العربية والدول الإسلامية. جميل، كل الشكر لك الأستاذ جمال أبو حسن، عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني البحريني، كنت معنا من المنامة، شكرا جزيلا لك. الشكر أيضا لضيفنا من القاهرة الأستاذ عبد الوهاب الفايز، رئيس تحرير صحيفة اليوم، ولضيوفنا الكرام في الاستوديو الدكتور علي العنزي، أستاذ الإعلام في جامعة الملك سعود، والعقيد متقاعد سعيد الذيابي، المحلل العسكري والاستراتيجي، شكرا جزيلا لكم. الشكر لكم أيضا مشاهدينا على متابعتنا في هذه الحلقة من العالم بعيون سعودية. موعدنا الجمعة في حلقة جديدة، في أمان الله.